في سهرة رمضانية جزائرية بملعب بمركب عند رهم التونسية، فاز اتحاد الحراج في رابع لقاء ودي تحضيري جمعه سهرة السبت مع نادي أمل بوسعادة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد. الأمل كان السباق في افتتاح باب التسجيل عن طريق بوزار، بعدها عادلت التشكيلة الحراشية الكفة عن طريق فريوي ليضيف بو مشرى الهدف الثاني، ثم سجل ميبارك الثالث والرابع كان من توقيع حطابي الذي غادر أرضية الميدان بعد تعرضه لإصابة في الكاحل. اتحاد الحراج سيواصل تحضيراته بعين درهم إلى غاية يوم 25 جويلية المقبل، إذ سيجري الكثير من الحصص التدريبية ويلعب 3 مباريات ودية أمام كل من شباب عين الفكرون، أولمبي المدية، واتحاد الشاوية، ليعود إلى الجزائر يوم 26 جويلية المقبل. في حين ستلعب تشكيلة بوسعادة آخر مباراة ودية لها يوم 23 أمام دفاع تاج نانت، وفي اليوم الموالي تتنقل إلى مدينة قسنطينة لتواجه جمعية الخروب في يوم 25 من شهر جويلية بملعب هذا الأخير.